مرحبا بكم في هذا الشرح حول تنصيب منصة الاون كلاود على الكونتينر دوكر. فالاون كلاود هو تطبيق مفتوح على المصدر يمكننا من انشاء شبيه بجوجل درايف شخصي. فالاون كلاود يمكننا من رفع الملفات الى تطبيق، فهو شبيه تقريبا بجوجل درايف. يمكننا من تشارك هذه الملفات مع مستخدمين اخرين يتوفرون على حساب على تطبيق الاون كلاود. فتطبيق الاون كلاود يمكن تنصيبه على دوكر بسهولة مقارنة مع التنصيب التقليدي على خادم لينكس. هذا هو ملف الدوكر الذي سنستخدمه. تبحثون عن اون كلاود دوكر انستاليشن، تدخلون على الخادم، تقومون بابتكيت انستال دوكر ودوكر ايو ودوكر كومبوز. بعد ذلك نقوم بإنشاء ملف سنسميه اون كلاود يحتوي على إعدادات الدوكر، ونقوم بتحميل ملف إعدادات الدوكر الخاص بالاون كلاود بهذه الطريقة. اوكي، هذا هو ملف إعدادات الدوكر. فالكونتينر الاول فهو خاص بالاون كلاود ويحتوي على على خادم الويب وتطبيقات البي اتش بي. والايماج الثانيه فهي خاصه بقاعده البيانات ماريا دي بي، والثالثه فهي خاصه بقاعده بيانات ريديس. يعني ان هذا الدوكر يقوم بتنصيب 3 كونتينر. الآن نقوم بإعداد ملف الانف بهذه الطريقة، كوبي كولي. ندخل على هذا الملف ونقوم بتغيير الباسورد الخاص بالأدمين وتغيير البور إلى 80. بعد ذلك نكتب دوكر كومبوز اب جي. كما قلت لكم فالكونتينر الأول فهو خاص بماريا دي بي وريجيس، ومن ثم الاون كلاود سيرفر. اوكي، الان نكتب ls off -i. نلاحظ ان الدوكر يفتح بور ال HTTP. نكتب تعليمات دوكر كونتينر ls. كما تلاحظون فهناك ثلاثة من الكونتينر. الأول فهو خاص بتطبيق ال PHP، والثاني
فهو خاص بقاعدة البيانات، والثالث فهو خاص بالرديس. الآن ما علينا سوى توجيه البراوزر نحو الاي بي الخاص بهذا الخادم. اليوزر نيم قلنا هو ادمين، وكلمة المرور 1 2 3 4 5 6. فهذا هو تطبيق الاون كلاود. يمكن رفع ملفات، من هنا تتفقدون اعدادات اليوزرز، مثلا بهذه الطريقة. هنا الإعدادات الخاصة بالأون كلاود، يمكن إضافة خادم الإيميل إذا كنتم تتوفرون على سيرفر SMTP. مثلا هنا في الماركت يمكن إضافة بلوجينز للأون كلاود، مثلا تو فاكتور اوثنتيفيكيشن. العديد من البلوجينز، تان جاليري، نضيف جاليري، بهذه الطريقة. والعديد من الأشياء التي أترك لكم الفرصة للتعرف عليها، وإلى اللقاء في شرح آخر.